أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن الزيارات الميدانية المتواصلة التي يقوم بها تستهدف تقييم تحقيق الآليات والإجراءات المعلنة على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيواصل زيارته للمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة العملية التعليمية وضمان تقديم جودة تعليمية متميزة للطلاب، مثنيا على جهود المحافظة في انتظام العملية التعليمية. وخلال تفقده لانتظام سير العملية التعليمية بمحافظة قنا، أشاد وزير التربية والتعليم بمعلمي فصل على المعاش يعمل متطوعا، ووجه له الشكر والتقدير لرغبته في تعليم أبناء قريته. هذا وحرص وزير التربية والتعليم أيضا على تفقد سير العملية التعليمية بمدارس الأقصر للاطمئنان على جاهزية المدارس والفصول الدراسية وتسليم الكتب الدراسية، وذلك لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة وانتظام العملية التعليمية.